شو اللي بخلينا نسوق ساعة وربع أو ساعة ونص تقريبا تنوصل على أبو ظبي؟ تتكونوا أول ناس عم بتشوفوا الصفد الجديد من بعد العظم الكبيرة والتاريخ اللي كتبوا بدبي. الصفد أشهر أن يعرف، هلأ صار وقت يصير بأبو ظبي. بأبو ظبي وين؟ على القناة exactly بوجه الأكواريوم يلي جينا عليه مع الولاد. يلا طب الأول هيتا نشوف شو عندهم يقدموا، ديكور and everything in between. أنا شيخ ماهر، أنا مع الصفدي لي 23 سنة. أنا الشيف عمر حربلي، صار لي 24 سنة في الإمارات و24 سنة مع الصفدي. تقابلنا قبل مرة، هلا فتحنا من أبو ظبي عن جديد، أول مطعم لنا بأبو ظبي. وإن شاء الله تكون فاتحة خير، يعني أول مرة بأبو ظبي، نجرب حظنا نشوف كيف بدنا نشتغل، كيف بدنا نفتح. فتحنا مطعم كبير تقريبا في شيء 450 كرسي، سموكينج ونون سموكينج، 40 شيفس، في عندي هيد شيف وفي معه مساعدين تعيدوا أكيد. حيكون أول فرع لنا بأبو ظبي. إن شاء الله يعني حيكون حنطلع كمان شوية كيترينج من هون، التركي والخروف كل شيء حنطلع من هون إن شاء الله. كريسمس هلا حنحضر شيء التركي والبيجو والروز بيف، يعني هذا كله عم نسويه هلا مشان الكريسمس. فيني بلش اون كونفنشنال، فيني بلش اون كونفنشنال وبلش اقول اني بحبك بحبك بحبك. انت هون بدك يا سيدي بنبلش دغري. عشرة قديمه يعني. نحن بلشنا 2017 تعرفنا على بعضنا اول مره، انبسطت كثير وبتذكر انترفيو حافظ كلمه كلمه، خبرتني عنك عن حياتك كيف، وين كنت، وين كيف كبرت. بتعرف الفيديو لليوم بعد الناس عم تحضره وبوقتها هلا بيجيني كومنت عن جد هيك ثقتك فيي كانت بتعقد وخلقت صداقه بغير محل. نعم برجع بقول لك بحبك، بحب انت مين، بحب انت شو بتعمل، بحب كيف كبرت. ثانك يو سو ماتش. الله يخليك. فادي الصفدي بلش من 24 سنه. اي بصيف 99 بمطعم صغير سمر 99. كنت تحلم انك توصل لهون؟ يو نو انا تعرفت على شخص كان بيولا ماي بارتنر، هيز ا فيري فيري بيج جنتلمان، هيز وهيب غيث، يعني هيز يعني
رجال تايكون ذكي من لا شيء يعني. اول ما قابلته هيدي ما حكي انا عنها بس تقلك عم قلك عليها سترو. عرفني كمال ماي بارتنر عبيو. بيو هي واز لايك فيري سكسس مان 30,000 موظف عنده. قال لي لك يا ابني انت مبين انك شغيل بس اذا جاي تفتح دكانه بدبي وتقعد فيها ارجع على لبنان. اذا حابب تكبر وتمشي مع البلد مثل ما هي ماشيه اتكل على الله واشتغل. وهي الكلمه ما نسيتها. سو الحمد لله الحمد لله انه نحن اللي ساعد حقيقه نسبه كبيره من نجاح اي شركه عم تجي على الامارات بشكل عام انه البلاد كل يوم فيها شيء جديد. البلاد كل يوم يعني مثل كانك انت بريس عم تسابق الوقت عم بتسابق الحضاره عم بتسابق التطور. اذا كان توقف مطرحك بتسبقك البلد بكثير. So it's one of our strategy كمان انك انت بحالة سبق لانه كتير عم تتطور البلد بسرعة وعم تصير كل يوم لأحسن. انت اذا ما بتمشي مع التيم هذا اللي ماشي عم يبني بتصير بالاخر. فهيدي one of our strategy. بلد بخلي بشجعك كتير بشجع الشاطر يصير كتير شاطر. ما نضل معنا مصاري كله بالشغل عم نركض 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 نركض. الصفد اليوم كم فرع عنده بدبي؟ نحن بلشنا ديرة on 2000 بعدين عملنا 2004 ب 2004 شيخ زايد بعدين عملنا 2015 لأنه بهاي الفترة بين هول السنين من 4 إلى 15 قد ما كان في جنون بالسوق والبلد عم تمشي بسرعة ما كنا نلاقي لوكيشن حلو. لا الله وفقنا بلوكيشن وكانت نقلة نوعية بأم الشيف اللي هو جميرة أم الشيف شيخ زايد نمبر 2. وبعدين عملنا بالم ب 2018 بعدين عملنا موتور سيتي اون 2020 سو وهلا كتر خير الله كتر خير الله ابو ظبي وفي اثنين جداد على الطريق وفي الشباب فضل وعبد بتعرف انه ينظم ذا ريو فريند. الشباب عاملين هلا سنترال كيتشن ويتش از فيري فيري هيوج يعني ممكن نعمل فيه وايت ليبل وممكن نوسع الكيترينج تبعنا لانه ما عملنا حق كيترينج كتر خير الله. ولا يعني لقدام عم نعمل من 24 سنه خلقت كواليتي مرتبه عندنا يعني عملته ابجريد بالديزاين وبالسيت اب بالماتيريال يعني حتى هذا عم جيبه من ايطاليا خصوصي لان سيربيجانتي عم بفوت بكواليتي بكون ما كثير مين ما كان عم بيقدر نحن الحمد لله الحمد لله انا بحب شغلي اند اي ام ريلي براود انه في كثير ناس بيحبوا يعني يعملوا اللي صفد عم يعملوا which is كتر خير الله انه نحن من شايفين ما عم نشوف وهذا هيك الله هيك بعرف حالك نجحت ساعة الناس بتضطر تفرج عليك وتعمل مثلك. شوف بمحبة زباينك بإخلاصك لشغلك انك to be honest with people والله بحبنا انه عنا زباين كتير منيح مقدريننا we have a lot of loyal customer كتير عنا loyal customer البلد بيحكي وبيحبونا كتير زبوناتنا وهذا شيء كتير عم بيساعدنا يعني نحن هذا المحل إذا بقول لك إنه من أول ما حطينا ستيكر على الإزاز إنه صفدي سون ما بتصدق كل يوم إمتى حتفتحوا إمتى حتفتحوا تليفونات وسؤالات يعني كتر خير الله محبة الناس وهذا حملنا العالم اللبناني والسقيفة اللبنانية وفرجانا لكل العالم الأكل اللبناني الصح الديكور الحلو وفرجيناهم إنه الأكل اللبناني لازم يكون كلاسي فاين الحمد لله جو البلد وجو الإمارات عم يتحم يعني عم يشجعك انك تفوت بهيك مستويات لانه كثير كثير في لكشري في نظافه في يعني لما بتعمل شيء عم ينشف وعم ببين كثير سو انت مضطر انك يعني عم تتحمس عم تكون مبسوط بالاسلوب المعيشه كتر خير الله الامن والامان والاطمئنان عم يشجعك انك تحط كل ضغطك وكل قوتك بشغلك وبالبلد. ليش ابو ظبي؟ ابو ظبي من زمان ابو ظبي يعني اوف كورس يعني احنا كثير عندنا زباين بيجونا على دبي بيجونا من العين من شارقه من ابو ظبي ابو ظبي من زمان بس سبحان الله انا بؤمن بالارزاق يعني كل ما قبل كورونا يعني من زمان من 10 15 سنه عم نحاول نجي على ابو ظبي بس سبحان يعني لحتى اجى لوكيشن اتس مان تو بي يعني انا بؤمن بالقدر وبالوقت مش لوكيشن لا مش لوكيشن حلو ده لوكيشن يا اجى لحاله سبحان الله نحن يعني وين نحن بالقناة بيشرفني بيسعدني انه الاونر يعني جماعه القيمين على المشروع هن اللي اختارونا بدي اتشكر مستر ابو فراس فؤاد مشعل هيز
ماي فريند، صرنا كثير كثير اصحاب. كان شرف كبير لإلي انه نحن بدل ما نركض على هيك لوكيشن، كان شرف كبير لنا انه هن الجماعه طلبونا نكون معهم، وهذا كثير كثير كان حلو ومشجع. نحن بنبلش من اول بنخلص بالاخر تقريبا شي 50 متر، محل ببلش ما بيخلص سموكينج الحمد لله اند ذن نون سموكينج. اند خليني انا شو شفت ديزاين انسبيريشنز، لون 2 3 في دبس اوف فيلد، في الوان حلوه شويه ذهبي فور ذا كلاس، اند في ناس ابيض من فوق، برايفت سيتنج 1 2 لبنان عم بيجي نتذكره بشويه زيتونات بشويه في كلاس. لك بدنا كمان ما ننسى انه الديزاينر اللي معنا صار له هلا، صار له نحن وياه هذا خامس مطعم، يعني اول مطعم ما كان معي وثاني مطعم ما كان معي حسن، حسن حبش سوا ديزاين، هيز فيري نايس، هيز فيري، يعني كل مشكل بصير بيني وبينه بعدين بصير التبويس بيعطيك نتيجه بالاخر. هيز سمارت جاي لدرجه انه شيخ زايد اللي هو دي اي اف سي عملنا هيدا الموديل فيه. اوكي. وكانت فكرته انه يطور ويغير كل شيء. والحمد لله الحمد لله هيز جود. بتفاهم كثير انا وياه، يعني صرنا مثل انا والشباب وصفدي تيم كلنا وحسن، صرنا مثل ما بقى نطلع من بعض يعني. 450 سيتينج، لانش اند دينر، اول ويك لونج، كل الجمعه تنين للاحد. الحمد لله. فولي اوبريشنال، كيترينج بلش بابو ظبي. فيري سون يعني. حبشة العيد، حبشة العيد إن شاء الله. ضروري. خروف محشي، إيه ضروري ضروري. Anything you have it. إن شاء الله إن شاء الله. أنا كتير مبسوط إن جانا التقينا. حبيبي أنت. مبسوط. أنا مبسوط. أنا معزي كتير خاصة. أنا كمان. والله أنا. إذا تعرف إن أنا وقت عم ترجو إلا معك. بترجيك المرة. بالأخير بقول لك كرمالك يا أنطوني. إيه. صارت قبل مرتين مرضيت بس أنطوني is on my heart. مبروك. I'm very proud of you. Thank you so much. أتمنى لك كل خير لجهدك. وتعبك ومثابرتك، انا بشوف فيك الحربجة وين ما كان انت موجود، وبدي هنيك ويعني اتمنى لك من قلبي تتوفق للاحسن وعائلتك تكون بخير وسلامه ويكون للاحسن. I'm very proud of you. Thank you so much. انت كمان اكبر سفير لنا. I'm really مش مجامله but you are real ambassador for us. Fadi, thank you so much. It's true. الف مبروك حبيبي. And welcome to the opening as of today. Thank you. Thank you. في institutions بيكتبوا التاريخ، في institutions مطاعم بيصعوا على محل ببطل طيب مش طيب، مش هذا الموضوع. في institutions كتبوا تاريخ دول، بلدان، مناطق، أو حتى الأكل اللبناني وبيناتهم صفدة. 24 سنة in the making، 24 سنة من أول فرع لتاني فرع لتالت فرع، كل واحد كان خلقان بالإمارات أو إجا على الإمارات من زمان بيعرف أنه بيكون عند الصفدة، والصفدة بقي مثل ما هو، وبقيت الكواليتي، بقيت التكشر، عندنا تطورت. إجوا الأولاد من بعد البي يلي عمل شغل كتير عظيم وفاتوا بأداء التفاصيل، قديش علو الصحن تيكون الحمص مظبوط، وقديش الزيتات بينكونوا موجودين، وكيف بيركبوا على بعضهم السمبوسك واحدة حد التانية أو المعجنات بلا ما يكون مبين الصحن فاضي. الديكور، الكلاس، الفيناس، الحامضة، الخسة، وما في عجقة يمين شمال أو جزرة مزينة من هون ومن هون. عم نحكي عن صحن حمص، عم نحكي عن باذنجان، عم نحكي عن رزات، عم نحكي عن كيترينج. عندنا كمس الصحن يلي طلعت فيه وقلت حلو، مين اللي عامله وبتعملوا هيك وبيطلع لكم الصفدة لأنه ما في براندينج. الشوكل، السكينة، الكوتلري، تشاينا، السيلفر وير، and so on and so forth. صار بتفوت على المطبخ وبتشوفوا العالم كيف عم تشتغل، هالناس اللي صار لها 23 سنة و22 سنة و20 سنة الشفير عم تشتغل بانستيتيوشنز. ما عم تحكي بس قطع الطريق فايت لهون وبعدين بكفاية، أخذت الأكل وطورته خلال كل هالسنين، والزبونات اللي بتشوفوهم هون هن زيتهم بيلتقوا الناس اللي بتعرف بعضها لأنه صاروا يجوا ويقدروا كافيين. كل هالإنترودكشن توصلكم على الموضوع انه ما راح اقعد قدام الاكل وخبركم انه طيب او مش طيب، لانه بالمبدا بعرف انه طيب، وانا اقل الناس لمطعم صار عنده 4 او 5 فروع وبيقعد 450 شخص. الديسبلاي حلو، السيت اب حلو، بس كمان ما بيمنع بلش اخبركم واعطيكم رايي عن الحمص، عن الخبز الطازه والفرن الموجود جوا، الكريمينس تبع الحمص العظيمه، زيت الزيتون. حمص انه مش ولا بد، حمص حامض، حمص طيب، حمص اف
كبة حبة سوبر رقيقة سوبر رقيقة من جوا لحمة مفرومة كتير ناعم وبدها حمص بتبلشوا صح وبتكفوا على اللحمة على المنقوشة على الحلوم على الدجاج على التركي على الشاورما وغيرهم ما عم بعرف وين بدي بلش بس بدي أقولكم أنه عبالي دوق أكيد شفتوها هون الصيادية الرزات مفلفلين لمعتهم حلوة مش ملبسين على بعضهم طعمة السمك اللي اخد شغل اللي اخد ساعات من الطبخ amazing والبصل الملاية اللي عطي اللون للرزات beautiful flavor and then holiday turkey ايش هيدي شو مثل الزبدة ما قصيت مع الرز ولحمة مفرومة صغيرة وشوية قلوبات على الوجه اوف هيدي بدها فيديو وحده هيدي بدها فيديو وحده اجان الرزات روعة مفلفلين سوبر صح لمعة كتير حلوة قرشة قرشة القلوبات اللي ما بيعلكوا بدكم اجا فرجيكم كيف هي رح تفك هيدي التركي مثل الزبدة لك ملا صوص وبنرجع بين لقمة ولحمة ولقمة ولقمة بنرجع على الحمص خبزة كريسبي فريش لك شو هالحمصات وين مكفي أنا برأيي حط الكاميرا من إيدك وتعال تغدى معي صحون حلوة استقبال حلو بروفيشناليزم اند كلاس نحن وين هيك بكفي أنا وياكم نحن بأبو ظبي نحن بأبو ظبي لأول مرة بالعاصمة على طريق دبي بدها تقريبا ساعة من جي ال تي أو جي بي ار وبتوصل وبتاكل من غير شكل على الووك على المي and you enjoy it and come back كان الأكل بعقد and then comes dessert مشهورين كتير بالفريشنس عم تسمعوا الأشياء أكيد مشهورين كتير بالقشطة بكل شغلة بيعملوها رح ندوق بس أخبركن عن القشطة عن القشطة المظبوطة الصح عن القطر عن القطايف الرفيع عن حلاوة الجبن طلعوا رقتها مش هاي السميكة السميكة اللي ما بتشبهنا أبدا done right الشمالية الترابلسية المظبوط المعودين عليها القطايف الصغار الناعمين الرقاق إيش واو تسمعوا كمية الحب اللي بقلبها قشطة غير شكل أسمالية غير شكل قرشة غير شكل حلو عربي up to the standard of محل حلو ليكو هون من بعد ما واحد يكون خلص غدا وانبسط وحس انه اف اكلت كتير شو بدي اعمل بعد بيجي التحليه وبترجعوا تبلشوا عن جديد ما بتعرفوا الا معده تانية بوز على قشطه غزل البنات او غزل الشباب اذا نسميه نحن واو طعمة المزهر واو exceptional quality beautifully done كنافة اللي بده مسخنة بالفرن مع الجبنة الدايبة المضبوطة قطر on the side and everything in between رز بحليب قشطة وعسل إذا بدكن بكسروا صنوبر كفاية الله يوفقهم and بعد هيدا dates
بودينج كيك هذا المشهور مشهور مع بوزة فاني مع القلوبات اوف بشهي مال ريحة. طيب عم فكر نام هون كلهم بمال وهيدا بمال صباح الخير.